فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله في ذكر أحاديث تنهى عن مشابهة الأعاجم: وأيضا ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب قال: البحيرة التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من أنواع بهيمة الأنعام كانوا في الجاهلية يحرمونها، يحرمون أكلها ويحرمون ركوبها ويحرمون ألبانها لأجل الأصنام، تعظيما للأصنام. والله جل وعلا في أول السورة يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. قال بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. فالأصل في بهيمة الأنعام أنها حلال، وهي الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، يعني ماتت بغير ذكاة. إذا ماتت بغير ذكاة فهي الميتة التي لا يحل أكلها. المشركون زادوا على حكم الله جل وعلا فحرموا أشياء من عند أنفسهم، وهي البحيرة. قيل البحيرة من البحر وهو الشق، لأنهم يشقون آذانها تعليما أنها للأصنام، علامة على أنها للأصنام، ويجعلون ألبانها لأصنامهم، كأنه والله أعلم لمن يرتاد هذه الأصنام ويزورها ويعبدها أنه يشرب من ألبان هذه الحيوانات. ولا سائبة، وهي أنهم كانوا يسيبون السوائب من الإبل والبقر والغنم ولا ينتفعون بها ولا يتركوا ولا يأذنون لأحد أن ينتفع بها، ويجعلونها مسيبة للأصنام تعظيما لها. ولا وصيلة، وهي الناقة تلد عدة مرات من النتاج يحددونه، فإذا بلغته فإنهم يحرمون ظهورها ويحرمون ركوبها ويحرمون ألبانها، لأنها واصلت الولادة إلى الحد الذي حدوه. هذا من خرافاتهم وجهلهم. ولا حام، وهو الجمل الذي إذا بلغ سنا سيبوه لأصنامهم وحموا ظهره من الركوب، حموه من الركوب فلا يركب، يقولون حمى ظهره إذا ضرب ضرابا محددا عندهم. كما أن الوصيلة إذا واصلت إنتاجا، كذلك الفحل إذا ضرب ضرابا محددا عندهم قالوا حمى ظهره فلا يركب. كل هذا تعظيما للأصنام، تقربا إلى الأصنام، وافتراء على الله جل وعلا، فإن الله لم يحرم هذه الأشياء وإنما حرموها من عند أنفسهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالله جل وعلا أباح بهيمة الأنعام بشرط أن تذكى ذكاة شرعية، فلا أحد يحرم شيئا أحله الله. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان هذا من باب تعظيم الأصنام فهو شرك أكبر وتقرب إلى الأصنام في هذه الأشياء، فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأمور أو يلتفتوا إليها. وأول من فعل هذا في العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان ملكا على الحجاز أو واليا على أهل الحجاز، وكان متنسكا متعبدا. ثم إنه ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام،
فدخل ذلك في فكره واستحسنها، ثم جلبها إلى أرض الحجاز وأمر بعبادتها، فهو أول من، وكذلك سيب السوائب لها من بهيمة الأنعام، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. كانوا في الأول على دين إبراهيم، أول من غيره هو هذا الرجل، أول من سيب السوائب وعبد الأصنام، بل أمر الناس بعبادتها. انتشرت الوثنية في أرض الحجاز من ذلك التاريخ إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الله وأعاد ملة إبراهيم وحطم الأصنام ونشر العقيدة الصحيحة. وقد رآه صلى الله عليه وسلم، رأى عمرو بن لحي هذا وهو في صلاة الكسوف، وهو قائم في صلاة الكسوف يصلي بأصحابه، فتقدم وهو يصلي وتأخر وهو يصلي، ثم أخبرهم عن سبب ذلك، أنه رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه أراد أن يأخذ منها قطفا، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم رأى النار، ولذلك تأخر عليه الصلاة والسلام، تقدم لما رأى الجنة يحاول أن يأخذ منها شيئا، ولكن الله حكم أنه ما يكون شيء من أمور الآخرة في الدنيا على قيد الحياة. ولما رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام خوفا منها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار يعذب فيها والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب.